مشاهدي وتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في المباشر من مدينة الدار البيضاء. تواجد بمنطقة الحي المحمدي لعدد من الأصدقاء والشوارع ديالها كيعرف واحد الظلام دامس، الشيء اللي كيتسبب وقوع حوادث سير وكيشجع على ارتكاب السرقات واعتراض السبيل ديال المرأة. كاين الضوء ولكن كاينين شوارع اللي مهمة رئيسية كتنعدم فيها الإضاءة، بقاو معانا غادي نشوفو. بحال هاد الشارع اللي غادي نعرجو على اليسار غادي نشوفو إلا لاحظتو راه كاينين البولات شاعلين، ولكن كيف كنقولو بالدارجة راه مضويين حتى على راسهم. هانتوما شوفو اليسار ديال الصورة شنو كيبانلكم، كيبانلكم البولات شاعلين ولكن الإنارة منعدمة. البلاصة كتعتبر من النقط السوداء بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، كيوقعو فيها عدد كبير من أو كيسجلو فيها عدد كبير من السرقات واعتراض السبيل ديال المرأة، خصوصا النساء اللي كيمشيو في وقت مبكر للعمل. مازال غادي ندوزو لأزقة أخرى لي كتنعلم فيها الإنارة واللي كتعتبر شوارع رئيسية في منطقة عين السبع الحي المحمدي. نتمنى مشاهدينا الكرام تقولوا لنا اش من مدينه او من اي دوله كتتابعوا هاد ديال قناه الشعب قناه شوف تيفي. صباح الخير إسراء زينوشا، صباح النور.
شكرا اخت اسراء، قلت لك اخويا عمل موفق ان شاء الله، الله ما يسير. شكرا اخت اسراء على الرساله الطيبه ديالك. تبع كلمة قناة الشعب، قناة شوف تيفي. اسراء، اش من مدينة كتابعينها ولا اش من دولة؟ من وجدة. مرحبا مرحبا بالناس ديال وجدة، العاصمة الشرقية للمملكة المغربية. سوقوا في هذا الاثناء يردوا البال، راه كاين واحد ماشي بزاف، انما كاين واحد الضباب في هاد الساعة. عبد الجليل النجاري قال لك اصبحنا واصبح الملك لله، الحمد لله. حسنوني صباح الخير، نهارك سعيد خويا، صباح النور. سي حسنوني من دولة ليبيا الشقيقة. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعه، اكيد غادي نلتقيكم مباشرين اخر دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.